شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم. إحدى المباحث التي تتعلق بعالم الآخرة البحث في نظرية تجسيد الأعمال، لعل هذه النظرية تفسر لنا مجموعة كبيرة من الآيات الكريمة والروايات الشريفة. ولعل هذه النظرية أيضا تعتبر طريقا جديدا للإجابة على مجموعة من الإشكالات المثارة حول قضية العدل الإلهي، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذه نظرية ضمن أربعة فصول. أولا مقدمة تمهيدية، ثانيا أضواء على النظرية، ثالثا مشكلة في الطريق، رابعا الإثباتات الشرعية. أما المقدمة
فهي أن الرابط بين العمل والجزاء يمكن أن تفرض على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن تكون هذه الرابطة رابطة جعلية اعتبارية، يعني لا تكون هنالك بين العمل والجزاء رابطة ذاتية حقيقية. المقنن أو المشرع يعتبر هنالك علاقة بين عمل معين ونتيجة معينة، مثل المقنن المشرع يقول: الذي يخالف قوانين المرور يجب عليه أن يدفع الغرامة المعينة. بين العمل وبين هذه الغرامة لا توجد رابطة حقيقية تكوينية، ولكنها رابطة اعتبرها المشرع. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن تكون هذه الرابطة رابطة حقيقية تكوينية ذاتية، ولكن طرفيها أمران متغايران. كما نجد ذلك في الرابطة بين العلة الحقيقية والمعلول الحقيقي. هذه رابطة حقيقية وطرفاها أمران متغايران. الذي يشرب الخمر والعياذ بالله، هذا العمل يؤدي به إلى تصلب الشرايين مثلاً، فهنالك رابطة حقيقية فيما بين هذه المقدمة وهذه النتيجة. تناول بعض الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الجلطة القلبية. لم يأتي هنالك رجل معتبر ليقول: إني جعلت هذه الرابطة جعلا اعتباريا، وإنما هي رابطة حقيقية. العلاقة فيما بين السقوط من شاهق وتهشم العظام، هذه تمثل علاقة حقيقية. النوع الثالث أن تكون العلاقة الرابطة
علاقة تكوينية حقيقية ذاتية، إلا أن طرفيها أمران متحدان. الشيء شيء واحد في واقعه، ولكنه في نشآت مختلفة أو في نشأة واحدة يتجلى بهيئات متعددة ويتشكل بأشكال مختلفة. الحقيقة حقيقة واحدة، ولكن هنالك شكلان وهنالك هيئتان وهنالك مظهران لهذه الحقيقة الواحدة. إذا أردنا أن نمثل مثالا علميا لذلك، الآن في العلوم الجديدة لعلكم قرأتم هذا الشيء، أن الطاقة لها أشكال متعددة، وهذه الطاقة تنتقل من شكل إلى شكل آخر، والجوهر جوهر واحد. الطاقة الحركية تتحول إلى طاقة كهربائية، الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة إشعاعية أو تتحول إلى طاقة حرارية. الحقيقة حقيقة واحدة، ولكنها تتقمص شكلين في هذا التيار. في هذه الأسلاك الكهربائية توجد هنالك طاقة كهربائية، طاقة كهربائية، ولكن عندما هذه الطاقة الكهربائية تأتي إلى هذا المصباح، وإذا بهذه الطاقة تتقمص شكلا جديدا وتتحول إلى طاقة إشعاعية. هذه الطاقة الكهربائية عندما تجعلونها تمر عبر المكوات، وإذا بهذه الطاقة الكهربائية تتحول إلى طاقة حرارية. فهذه هيئات متعددة لحقيقة واحدة، وهنالك علاقة حقيقية فيما بين الهيئتين، ولكن هاتان الهيئتان لا تمثلان شيئين متغايرين، وإنما تمثلان وجوها متعددة لحقيقة واحدة. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى المبحث الثاني، وهذا المبحث نلقي فيه بعض الأضواء على نظرية تجسيد الأعمال. أول من ذكر هذه النظرية فيما نعلم في شكل صريح
هو الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله تعالى عليه. في بحار الأنوار العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه ينقل هذه النظرية عن الشيخ بهاء الدين العاملي. الشيخ العاملي يذهب إلى أن الرابط بين أعمالنا التي نعملها الآن وما نراه في عالم الآخرة بعد الموت، ما نراه في القبر، ما نراه في القيامة، في الجنة أو في النار، هذه كلها تمثل النحو الثالث من أنحاء الرابطة بين شيئين. الشيخ يقول كما في البحار: تجسم الأعمال في النشأة الأخروية قد ورد في أحاديث متكثرة من طرق المخالف والمؤالف. الشيخ يشير إلى الروايات، ولكن يمكن أن نقول إن بعض الآيات الكريمة أيضا تشير إلى هذه الحقيقة كما يذكره هو في نهاية كلامه، ثم ينقل جملة، وهذه الجملة يقول: إن الحيات والعقارب بل والنيران التي تظهر في القبر والقيامة هي بعينها الأعمال القبيحة والأخلاق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة وتجلببت بهذه الجلابيب. هذه العقرب التي يراها الطالع من أين جاءت؟ هذه العقرب الرجل الطالع جاء بها بنفسه، لا توجد هنالك عقرب تفرض عليه، وإنما العمل الذي عمله في هذه الدنيا، الكذبة التي كذبها، الغيبة التي اغتابها في هذه النشأة تتمثل في أمواج صوتية، ولكنها في النشأة الأخرى تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى عقرب، لا تتحول إلى عقرب، وإنما تظهر صورتها العقربية. بل يمكن أن نقول إنها في هذه النشأة ونحن في هذه الدنيا هي عقرب، ولكننا محجوبون عنها. الآن إذا واحد أعمى أكو الأشياء موجودة ولكنه لا يشاهدها،
فإذا كشفنا عنه هذا الغطاء إذا به يشاهد الأشياء على حقيقتها. هذه الغيبة في واقعها عقرب، ولكن نحن لا نشاهد. وعندما الغواشي الحجب تزال نشاهد الشيء على واقعه. ولذلك في ذلك الحديث أن تلك المرأة التي اغتابت النبي صلى الله عليه وآله كشف الحجاب عن عينها، الغشاء الواقعي، وإذا بها ترى تلك الغيبة لحما. الآية الكريمة تقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذه الغيبة في واقعها أكل للحم ميت، مثل الآن إذا تشوفون واحد دا يأكل لحم الميت، إشلون تكرهونه؟ إشلون تتقززون من هذا العمل؟ الذي يغتاب في واقعه يقوم بنفس هذه العمل، ولكننا بهذه أنظار، بهذه العيون الدنيوية لا نتمكن أن نشاهد الواقع. عندما نذهب إلى تلك النشأة نشاهد الواقع. واحد لا يقول هذه العقرب من أين جاءت، تلك الكلمة تحولت إلى عقرب. ثم يقول: كما أن الروح والريحان والحور والثمار التي يجدها المؤمنون في عالم الآخرة، في عالم القبر، في الجنة، هي الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والاعتقادات الحقة التي برزت في هذا العالم بهذا الزي وتسمت بهذا الاسم. إذ الحقيقة الواحدة تختلف صورها باختلاف الأماكن فتحلى في كل موطن بحلية. هذه نظرية تجسيد الأعمال. هنالك مشكلة فكرية كبيرة تعترض هذه النظرية. وهذه المشكلة هي أن هذه الأعمال التي نقوم بها هي أعراض فانية، وكيف يمكن للعرض الفاني أن يتحول إلى جوهر باق؟ إحنا عندنا موجودات جوهرية وعندنا موجودات عرضية. هذا الجدار يمثل موجودا جوهريا قائما بذاته، ولكن هنالك موجودات عرضية
طفيلية تبعية. هذه الموجودات توجد في أحضان موجودات جوهرية. هذه الموجودات العرضية أعراض فانية. الآن إذا نفرض واحد يتكلم، الكلام ما هو؟ الكلام عبارة على اصطلاح القدماء كيف، كيف مسموع، موجات تحدث في هذا الهواء. هذا الذي يمد يده ليصافح مؤمنا، اليد موجود قائم بذاته، ولكن هذه الهيئة، هيئة المصافحة، هذه عرض تشكل لهذه اليد. الذي يمد يده والعياذ بالله للسرقة، هذه الجارحة موجود قائم بذاته، ولكن هذه الهيئة، هذه الانثناء، هذا الشكل، هذا لا وجود له في حد ذاته، هذا وجود قائم باليد. عندما تنتهي هذه العملية، عملية المصافحة، أو عندما تنتهي هذه العملية، عملية السرقة، انتهى هذا، هذه الهيئة انتهت وانعدمت ولا وجود لها. فكيف يمكن لهذه الهيئة أن تتمثل في الآخرة بمثال؟ النظرة اللي تنظرونها إلى القرآن الكريم، أو النظرة التي ينظرها رجل طالح إلى امرأة أجنبية، هذه النظرة تنتهي وتنعدم وتتلاشى. فكيف تتحول هذه النظرة إلى كتاب الله، إلى وردة مثلا؟ وكيف تتحول النظرة إلى الأجنبية إلى حية؟ هذه هي المشكلة التي واجهت الفلاسفة منذ قديم الأيام. ولذلك اضطروا إلى تأويل الآيات الكريمة والروايات التي نذكرها إن شاء الله. بعض العلماء أجاب على هذه المشكلة بهذا الجواب، وهو أنه هذه المشكلة الفكرية ربما كان لها مجال فيما مضى، ولكن تطور علم الفيزياء أثبت أن هذه المشكلة قابلة للحل. وهذا التطور لعله حدث في هذه المئة العام الأخيرة. علماء الفيزياء راجعوا الموسوعات العلمية، تذكر هذه الحقيقة أن هذا الكون فيه مادة وفيه طاقة،
المادة والطاقة حقيقة واحدة، ولكنها تظهر في مظهرين مختلفين. الطاقة مادة ولكنها منتشرة، والمادة طاقة ولكنها مضغوط. فكما يمكنكم أن تحولوا المادة إلى مادة، وتحولوا الطاقة إلى طاقة، يمكنكم أن تحولوا المادة إلى طاقة، وتحولوا الطاقة إلى مادة. راجعوا البحوث المذكورة في علم الذرة بالذات. في بحوث الذرة، التحولات التي تحدث على الذرة، المادة تتحول إلى طاقة، والطاقة أيضا تتحول إلى مادة. إذن هذه العلوم حلت هذه المشكلة. ولذلك عندما نقرأ الآيات الكريمة طبقاً لهذه النظرية، ولو كانت هذه النظرية في الجملة، يعني لا نريد أن نقول الآن أن كل جزاء أخروي هو في واقعه عمل متجسد، لعله هنالك بعض المكافآت العقوبات الأخروية تمثل النوع الأول من أنواع الرابطة، أو تمثل النوع الثاني من أنواع الرابطة. ولكن إذا قرأنا الآيات والروايات الشريفة ورأينا أن بعض الآيات وبعض الروايات تشير إلى أن نفس العمل يتمثل لكم، لم نعد أمام مشكلة فكرية في تحليل هذه الآيات والروايات. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الخير يعني شنو؟ يعني الكلمة الطيبة. ظاهر هذه الآية الكريمة أن نفس الخير يحضر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا الخير ما هو؟ العمل الذي نقوم به في واقعه استهلاك لطاقة، العمل يتم بذلك، النظرة استهلاك لطاقة، هذه النظرة تحضر أمامكم، النظرة تحضر، مو جزاء النظرة يحضر وفق هذه النظرة. وما عملت من سوء، الغيبة، التهمة، أكل أموال الناس بالباطل، الظلم، هذا أيضا يحضر. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إحنا عندنا فاصلة مكانية وعدنا فاصلة زمانية. الأمد ما معناه؟ الفاصلة الزمانية. لعله استخدام كلمة الأمد
اللي تدل على الفاصلة الزمانية. إذا أنتوا عندكم فاصلة مكانية مع شيء، أكو هنالك خطر أن هذا الشيء يتجه نحوكم. الحرب العالمية قامت في مكان، الحرب العالمية الثانية، أنتم في مكان بعيد، أكو عندكم فاصلة زمانية يمكن الحرب تمتد إليكم، ولكن إحنا الآن نخشى من امتداد الحرب العالمية الثانية إلينا مع وجود هذه الفاصلة الزمانية. نخشى؟ ما نخشى. الإنسان يوم القيامة في الآخرة عندما يرى أعماله الطالحة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بعيد جدا، ولكن لا يمكن الفرار. في آية أخرى الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الضمير يرجع إلى العمل، مثقال الذرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يرى ذات العمل. الذي زرع الأشواك وجرحته الأشواك، لا يقول لماذا جرحتني هذه الأشواك، هذه الأشواك التي غرستها بنفسك. والذي نسج ثوبا من حرير، عندما يلبس ذلك الثوب فإنما يلبس ما نسج. الله تعالى في آية أخرى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. لعل ظاهر هذه الآية الكريمة أن هذا المال نار، المال هو نار ولكن ما يشوف. هذا الطعام الذي يدخل إلى جوفه هذا نار في واقع ولكنه لا يشعر. المشلول لعله يضع يده على النار ولا يشعر منه، النار تحرق إيده ولكنه لا يشعر. وهنالك روايات كثيرة تشعر أيضا بهذا المعنى، نذكر منها رواية واحدة، وهذه الرواية هي الرواية أن رجلا وفد مع جماعة من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا نبي الله، عظنا موعظة ننتفع بها. هذا شيء مهم، أي واحد شفته قلوا له عظنا. حتى النبي صلى الله عليه وآله قال لجبرائيل: عظني، مع أن مقام النبي صلى الله عليه وآله أعظم من مقام جبرائيل بما لا يتصور. طلب الموعظة، كل فرد يحتاج إلى موعظة. فقلت: يا نبي الله، الرجل قال: يا نبي الله، عظنا موعظة ننتفع بها، فإنا قوم نعبر في البرية، احنا في الصحراء بعيدين عنك. فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن مع العز ذلا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإنه لابد لك من قرين يدفن معك وهو حي،
وتدفن معه وأنت ميت. أكو هنالك قرين يدفن مع كل واحد منا في قبره، فإن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، ثم لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه. إهنا إحنا مجاميع، في الآخرة إحنا فرادى، هناك بعد لا أبو لا أم لا حميد لا خليل ينفع. هذا القرين هو الذي يكون معك، لا يحشر إلا معك ولا تحشر إلا معه ولا تسأل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه. الشاهد في هذه الكلمة وهو فعلك، هذا القرين هو فعلك. وفي حديث آخر يروى أنه إنما هي أفعالكم أو أعمالكم ردت إليكم، هذا عملك. الشيخ بهاء الدين العاملي رحمة الله عليه ينقل هذه القضية، يقول كان هنالك رجل من العباد، هذا كان ساكنا في مقبرة في إصفهان، مكان هناك كان. في يوم من الأيام ذلك الرجل ينقل للشيخ البهائي هذه القضية، يقول كنت ذات يوم في المقبرة وإذا بي أرى جماعة يأتون بميت ويدفنونه، قاعدة دفنوه وذهبوا. يقول بعد فترة وإذا بي أشم رائحة طيبة لا يوجد مثلها في روائح الدنيا، أو لم أشم مثلها في روائح الدنيا. يقول نظرت وإذا بشاب جميل يأتي باتجاه هذا القبر، جاء وجاء حتى وصل إلى القبر ثم اختفى فجأة كأنه انشقت الأرض ودخل في القبر، وأنا متحير من هو هذا الشاب وكيف اختفى. يقول بعد قليل وإذا بي أشم رائحة منتنة من أشد ما يكون النتن، نظرت وإذا بكلب أتى حتى وصل إلى ذلك القبر وفجأة اختفى كأنه دخل في ذلك القبر. بعد فترة رأيت أن الشاب الطيب الرائحة خرج من القبر وهو مجروح مدمي، وأخذ يخرج، فلحقت به وقلت له من أنت ومن هذا الكلب؟ يقول قال الشاب أنا العمل الصالح لهذا الميت،
دخلت معه في قبره حتى أكون أنيسا له. وذلك الكلب عمله الطالح، أنا دخلت في القبر وإذا بعد قليل جاء الكلب وهجم علي وجرحني وأدماني واقتطع قطعة من لحمي، فرأيت أنه لا طاقة لي بالبقاء. يبدو أن هذا الميت عمله الطالح كان أكثر من عمله الصالح، فخرجت وتركت الكلب مع الميت. إلى متى يبقى؟ قاعدة إلى يوم القيامة يبقى معه، يعضه، يخيفه، ماذا يعمل لا نعلم إلى يوم القيامة. هذه ينقلها ذلك العابد للشيخ البهائي. الشيخ البهائي هذا الرجل كان متعجب، ما هذا؟ قال إنه هذه القضية التي تنقلها هي التي وردت في رواياتنا، هذا التجسيد لعمل هذا الميت. ولا بأس أن ننقل هذه القضية أيضا. الرابطة مع الإمام الحسين جدا مهم، وكلما كانت الرابطة أعمق وأقوى تكون وسيلة للنجاة في الدنيا وفي القبر وفي القيامة. ينقل عن أحد الأتقياء الذين كانت لهم روابط قوية مع سيد الشهداء صلوات الله عليه، كان يخدم سيد الشهداء بنوع من أنواع الخدمة، وكان شديد العلاقة بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وكاتبين في أحواله كان إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله، هذا يعبر عن الرابطة ويعبر عن العلاقة، كان إذا ذكر عنده النبي بكى جرت دموع من شدة حبه للنبي صلى الله عليه، وإذا ذكر عنده أمير المؤمنين صلوات الله عليه كانت دموعه تجري. هذه القضايا تعبر عن رابطة عجيبة وعميقة. نحن نجد أمثال هذه الرابطة في حياة مجموعة مؤلف العبقات، نجد في حياته هذه الرابطة بأهل البيت، العلامة الأميني رحمة الله عليه، نجد في حياته هذه الرابطة. ينقل أن هذا الرجل قال في يوم من الأيام ودموعه جارية، يقول البارحة أو رأيته في المنام هذه الرؤيا، وكان ينقل هذه الرؤيا ويبكي، يقول رأيت أنني أموت في عالم الرؤيا، وكما وصف لنا في الروايات حول كيفية الموت كل ما وصف رأيته، ورأيت أني في مكان وبدني في مكان آخر، لأنه إحنا واقعنا روحنا وهذا البدن مجرد ثوب ترتديه الروح. ثم جاءوا وحملوا بدني وأنا أنظر، وأجروا عليه المراسيم، وحملوني إلى القبر ووضعوني في القبر وانصرفوا عني، أنا بقيت وحدي.
يقول: وإذا في تلك الحالة يدخل في قبري كلب. أجلكم الله. فخفت واستوحشت وتحيرت ماذا أفعل، وألهمت أو خطر في بالي في تلك اللحظة أنه هذا أعمالي السيئة. العمل السيء مو يعني فقط الأعمال التي هي معروفة، لا، حتى سوء الخلق يمكن أن يتمثل في القبر بصورة كلبية. يقول: وفي تلك الحالة وإذا بي أرى سيدي ومولاي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وقال لي: لا تخف، سوف أبعده عنك. واستيقظت من المنام. الرابطة تؤثر في هذا المكان. وأيضا نذكر هذه القضية وإن كانت خارجة عن بحثنا، شخصان من الذين كان لهم نوع من أنواع الرابطة بسيد الشهداء صلوات الله عليه، وكان يخدمان سيد الشهداء في حياتهما، اتفقا فيما بينهما على أنه كل واحد منهما مات أولا يأتي للآخر في منامه ويشرح له ماذا جرى في ذلك العالم. توفي أحدهما، بعد ليلتين جاء الميت إلى الحي في عالم الرؤى منام، رأى هذا الرجل أن الميت في بستان يمشي فيه، قال له: ماذا جرى عليك؟ قال: عندما وضعوني في قبري جاءني الملكان منكر ونكير وسألاني أسئلة فلم أتمكن أن أجيب عليها، لعله كانت له بعض الهنات منعته من الجواب، ولعل وحشة الموقف منعته من الجواب. واحد إذا يروح في مكان محاكمة ربما لا يتمكن أن يجيب، ربما ينهار، سميت مكان يوقف، ينهار، يقعد على الأرض بالاختيار. وهذه المحاكمة محاكمة منكر ونكير من أوحش المحاكمات. قال: كلما سألوني سؤالا ما قدرت أن أجيب. قال: ولكن الله تعالى ألهمني أن أقول هذه الكلمة، قلت لهما: إنني خادم من خدمة الإمام الحسين صلوات الله عليه، كنت أخدمه في حياتي. قال: عندما قلت هذه الكلمة نكسا برأسيهما وانصرفا، وأنا الآن في هذا المكان. الرابطة مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قضية مهمة جدا، ونحن كلما بذلنا في هذا الطريق فهو قليل. كلما نبذل حقيقة، واحد عندما يقرأ بعض القضايا التاريخية ماذا فعلوا لأجل سيد الشهداء، وما نراه الآن هؤلاء الملايين الذين يفدون على قبر سيد الشهداء مع هذه المخاطر، مع هذه التهديدات،
تنفجر دراجة مفخخة ويموت، أو يعوق ويبقى معوق إلى آخر حياته. لعل التعويق عند البعض أشد من الموت، ولكن هؤلاء يتحدون هذه الأعمال الإرهابية ويفدون على سيد الشهداء. إذا كان هنالك قمر صناعي يصور هذا المشهد، هذه الملايين الذين يقدرون، بعض يقدرونهم بين 3 ملايين إلى 4 ملايين، إذا واحد من القمر الصناعي يشاهد هذه الملايين التي تزحف إلى كربلاء من كل مكان، لعله هذا المظهر وهذا المنظر فوق الكرة الأرضية مثيل ما إلى. هل تجدون مثيلا لذلك، لهذه العلاقة؟ المعوق يأتي، المرأة التي لا تستطيع المشي إلا على عكازة تأتي، الطفل الصغير يأتي، الشيخ الكبير يأتي، متحملين هذه المخاطر الحقيقية. هذه تمثل روابط بسيد الشهداء. نحن يجب علينا أن نعمق روابطنا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وبأهل البيت الطاهرين، وبالإمام الحسين صلوات الله عليه. هذه الرابطة تنفعنا في آخرتنا، تنفعنا عند الموت، وتنفعنا بعد الموت، وتنفعنا في القبر، وتنفعنا في القيامة، وتنفعنا في جميع مواطن الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شرت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب الظلام وبين نور مشرق. هدي